خريف 2011 طرحت أودي في السوق سيارتها Q3 متعددة الأغراض المدمجة، والآن أدخلت الشركة تعديلات جديدة على سيارة الطرق الوعرة الصغيرة، كما طورت نسخة RS Q3. نظام العادم في RS بغطاء يفتح ويغلق يمنح الصوت المميز للمحرك خماسي الاسطوانات مزيدا من الضخامة. أودي RS Q3 الجديدة باهظة الثمن، فسعرها حوالي 56,000 يورو، لكن بها ميزات كثيرة. محركها قوته 340 حصانا، ويمكننا التعرف عليها من خلال شبكة التبريد الممتدة حتى المصابيح الأمامية ومداخل الهواء العمودية. المقدمة تبدو قوية وضخمة، وشعار النسخة الرياضية موجود في المقدمة والخلفية والجوانب بشكل معياري، إضافة لمصابيح LED الأمامية. الجناح الخلفي أكثر تميزاً ووضوحاً من نموذج Q3 العادي. أهم التغييرات الملموسة هي زيادة قوة المحرك لتصل ل 340 حصاناً وعزم دوران 450 نيوتن متر، أي بزيادة 30 حصاناً وزيادة مماثلة بعزم الدوران عن النموذج السابق. كما انخفض الاستهلاك ليبلغ 8.4 لترات فقط، أي أقل بحوالي نصف لتر من النموذج السابق. والمحرك خماسي الاسطوانات يلبي الآن المعيار الأوروبي السادس للانبعاثات. وبحسب الرغبة تتوفر مجموعة الحركة الرياضية RS المعيارية مع مخمدات موائمة. المقود تم ضبطه لقيادة رياضية. نظام القيادة الديناميكية Audi Drive Select موجود معياريا. السرعة القصوى محددة إلكترونيا ب 250 كيلومترا في الساعة. تصميم جديد للمصابيح الخلفية لنموذج RS Q3، ويتم الإشارة إلى تغير الاتجاه عند الانعطاف بواسطة مصابيح جانبية ديناميكية. الحيز الداخلي يلبي جميع الرغبات، ويمكن الحصول على مقاعد رياضية مميزة بحياكة على شكل معينات اختيارية. تعدد ظهور شعارات RS والكثير من الكربون يجعلها مميزة عن النموذج الشقيق Q3 المعتاد. يمكن تمييز هذه السيارة من بعيد من مظهرها الخارجي ومن صوتها أكثر. أمر معتاد لمحرك خماسي الاسطوانات بقوة هائلة، صوته ضخم وممتع جدا. يستهلك وفقا لأودي 8.4 لترات، لكن فعليا تصل إلى 10. سعر RS Q3 في ألمانيا يبدأ من 65,600 يورو، وخلاصتنا 340 حصانا، قوة لا توجد في غيرها من هذه الفئة، ونموذج RS Q3 ممتع جدا بصوته وأدائه، لكن هذه القوة ثمنها مرتفع وصيانتها مكلفة أيضا.